اللهم صلي وسلم على سيدنا خير خلق الله. سلام البنات، الله تكونوا كامل لاباس. الفيديو ديما اللي مطلوب بزاف، المابل والطوابل والحوايج هذو تاع الاثاث. شوفوا كاين محلات بزاف يبعثوا لي، كاين عروض بزاف للتصوير، لكن كل واحد كيفاش. كاين اللي يرفض تذكري الاسعار، وانا على بالكم انا تسمى لازم نذكر لكم الاسعار. كي تتفرجي بلا سعر ماكش راح تفهمي، كيما نقولوا ما تقدريش تشري هكذاك، لازم تسمعي الاسعار. وكاين محلات اللي اسعارها شوي زايده، كاين المهم عليها ما نكثر لكمش من الانواع هذو. فقط ديما نصور لكم عند المحل هذا صالونات امين، صالونات تركيه، صفحتهم فيسبوك عندهم كلش. هذو شنابر فقط بديت لكم بالصور تاعهم، لانه في المحل فوق بعضهم ما يبانوش مليح، هكذا راهم مصورين يبانوا مليح. عندهم كلش، اي موديل يعجبكم مليح كاين. عندهم توصيل داخل العلمه مجاني، البلديه المجاوره هنا تاجنان تقطه الزرقاء، منا هذو البلايص القراب كامل يوصلوا لكم. خارج الولايه توصلوا معه. المحل راه في شارع دبي كما نقولوا جهه التساهمي، اون فاس للمركب الرياضي، اون فاس متوسطه صحار قاس سعيد. هاي لكم هنا صالونات امين، هذا خويا ديما لازم يبان في الفيديوهات. صالونات امين صفحه تاعهم فيسبوك صالونات تركيه. راح ندير لكم جوله كامله على الطوابل اللي عندهم، سواء تاع الكوزينات، سواء طوابل تي في، سواء الكوافيز، سواء شنابر كوشي، المهم كل حاجه بسعرها بالتفصيل الممل. كيما تعرفوني ليش تنطول في التصوير، ليش هكذا نتوما الفيديو يبالكم مثلا 10 دقائق ربع ساعه، لكن التصوير يدي وقت طويل جدا، خاصه كي تعود بالاسعار وبالتفصيل وين مخدومه هنا ولا تاع الخارج. المهم راكم فاهمين، سلعتهم تثقف، اسعارهم في متناول الجميع، تنافسيه يعني اقل من المحلات الاخرى. وصفحة فيسبوك، رقم الهاتف في صندوق الوصف، اللي تحب تتواصل ولا تعيط لهم ولا تسقسي على اي حاجه تتفضل. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وبارطاجيو لا فيديو، خليو لي تعليقاتكم. وبازار ببوستار وعمر اللي عمروا الريحه في زوج، راهم داروا الطنبوله البارح، داروا القرعه بث مباشره. والحاجه نبدا لكم بها هي الكوافيز هذه، شوفوا مديره حاله هذه في فيسبوك. الموديل هذا تاع الكوافيز اسمها، الموديل هذا اسمه هوليوود. شوفوا ها هي هذه نورمالمون ام دي اف، هاي فيها شوفوا هاهم كاينه غير في الابيض هذه. شوفوا هذه كانت دير 2800، دوك راهي غير بزوج ملايين و900، عليها عرض خاص يعني، وكميه متوفره والتوصيل متواجد يعني في المناطق القريبه من العلمه. كاينه ايضا منها هكذا كوافيز، الموديل هذا الثاني، هذا راهو متوفر بالالوان، جاي هكذا كوافيز وزوج هكذا طابلين. وي شوفوا هذه نوار في الدوري باه يتهبل، هذه رجعت 3200. شوف فيها كل الالوان، اي لون يقدر يطلع لكم. وكاين ايضا العرض هذا مدايرين طابل تي في هكذا معها طابل باز مع بعضهم، سما في زوج مع بعضهم ب 2500 فقط، سما هذو هايلين اصلا. هذه الطابل باز وحدها يعني تلقاو سعرها ب 2500، سما مع بعضهم زوج ملايين و500 سعر مليح بزاف بزاف. ها وكاين هكذا هذو طروا طابل مع بعضهم، هذو اللي يجيو ثلاثه مع بعضهم. شوفوا كاين هذا الموديل الاول، هذا راهو ثلاثه هكذا ب 1400 مع بعضهم، وكاين الموديل هذا ثلاثه ب 1900، هذو 1900، حتى الموديل هذا 1900. ها قلت لكم التوصيل كاين للبلديات المجاوره وفي العلمه في سطيف، يعني الاماكن القريبه تجنات بالحرش، البلايص هذو القراب يقدروا يوصلوا، البلايص البعيد ايضا نظن يقدروا يبعثوا يعني. شوفوا ايضا هذه البورتشاسير مميزه جدا، انا اول مره شوف الموديل هذا عجبتني ثاني بزاف بزاف، جايه طويله ستيل هكذا خزانه. شوفوا ما تحكمش بلاصه بزاف لانه العرض تاعها ها صغير، خلاص العرض تاعها. هذه راهي دوك نفتح لكم تشوفوها من داخل، فيها النوار وفيها البلون وفيها المارون، ها سما صبابط يتحطوا حشاكم هكذا بالطول. شوفوا ها هذو الرفوف اللي فيها من داخل، سما تجي كيما الخزانه وهي من برا مري بورتشاسير. عجبتني بزاف بزاف هذا الموديل باهي يعني، موديل جديد اول مره نشوفه انا. هذه سعرها 4 ملايين و800، هذه 4 ملايين و800، اكيد كي تقول لهم جينا من قناه روزا راح ندير لكم شويه تخفيضات. وكاين ايضا الموديل هذا تاع البورتشاسير، شوفوا ثاني واش باهي، هذا باهي وسعره يعني مليح بزاف، في تخفيضات رجع 2 ملايين و600. هنا هاكي وين يقعدوا كيما نقولوا، وين يبدلوا قش، وين يلبسوا يعني صبابطهم، وهنا القجر تقدروا تحطوا فيه تقاشر ولا حوايج هكذا. ومننا ها هاي من داخل كيفاش ندير، هذه عجبتني بزاف بزاف بزاف، هذه رجعت 2 ملايين و600. شوف اها. وكاين
بور تشوسي الموديل هذا العادي هكذا، هذا تاع زوج بيبان، فيها زوج بيبان وفيها مفوها الفجر. هذو سعرهم تاع زوج بيبان راهم ب 1400، وكاين تاع 3 بورت. وهذو الكبار ها، هذو ها هكذا الكبار تاع 3 بورت راهم 1800، مليون و 800، وتاع دو بورت مليون و 400. ايضا اللي حابين يعرفوا اسعار طابل باز هم كاينين بزاف بزاف انواع. هذه راهي زوج ملايين و 300 تاع الزجاج. اول موديل يعني في الطوابل هذو تاع صالويت ولا تاع هول ولا، المهم كل وحده حره وين تحطها يعني، وين على بالها ديكور دارها. هذا الموديل هذه هكذا بالاتر، هذه بقات غير زوج حبات فقط، هذو مديرهم العرض تسمى اللي عجبتها تزرب تراسلهم ولا تزرب تروح توالهم، لانه بقاو زوج حبات فقط. هذه سعرها كانت 8 ملايين و 800، رجعت 7 ملايين ونص. شوفوا ها هي طابله زجاج كراسه بالاتر. ها راني يعني شوية تصوير صعب في المحل لأنه سما زجاج المراوات ساير داير وين تحرك مبان. وكاين موديل أيضا هذا تاع الطواب اللي راهم داير حالة أصلا المدورين يعني راهم توندونس حالة. شوفوا هذه جاية هكذا هنا هكذا شغل رخام، هذه راهي تاع الترك ماهيش سهلة. هذه ست كراسة بثمن ملايين ونص، هذه راهي بثمانية ونص، هذه راهي تشبه لتاعي لكن تاعي فقط لا تذكروا زجاج هنا ماهوش رخام. وكاين ايضا موديل هذا، هذه اول مره ثاني نشوف هالموديل هذا ثاني باهي بزاف بزاف. شوفوا الطابله والكراسه ورجليها كلش بالاتر وجايه هكذا، شوفوا مخدومه مليح فيها الالوان كامل، اي لون حابينه يخدموا لكم. هذه سعرها 5 ملايين و 900، هذه ثاني باهيه بزاف بزاف موديل هذا يعني، هذه عجبتني بزاف بزاف باهيه. هذه صالويت ثاني ولا المهم يعني كل وحده حره، سعرها مليح راهي ثقيله راهي اتر يعني. هذه راهي ب 5 ملايين و 900، اي لون حابينه في الكراسه يديروا لكم، والكراسه راهم سوليد بزاف بزاف ورجليهم اتر. واللي تحب تشري الكراسه هذو وحده راهم يتباعوا ثاني، اي لون اي موتيف يخدموا لكم ب 800 حتى في الكرسي. شوف اسمها هما راهم عندهم ورشه خاصه بهم، تسمى المحل هذا موش غير يعاود السوق، راح تلقاو اسعار عنده مليحه لانه كما نقولوا سلعتهم حاجتهم. هذا ب 800 الكرسي هذا، شوفوا واش مليح هذا راهو ب 800. وكاين هكذا جايه في الكري والابيض، هذا ثاني نفس الشيء 5 ملايين و 900. شوفوا الطابله، هذا الكرسي فقط نفتح لكم كرسي تشوفوه، الرجلين بالاتر يعني خدمتهم هايله هاد الموديلات. وكاين تاع ماليزيا العادي يعني ثاني متوفرين، هذه سعرها 3 ملايين و 800 هذا الموديل 3 ملايين و 800. وكاين الاصغر يعني عندهم كل انواع طوابل متوفرين، هذه زوج ملايين و 900 الموديل هذا، اللي حب يعني حاجه شويه رخيصه هاي متوفره، هذه بزوج ملايين و 900. وكاين الموديل هذا، هذو تاع الخارج يعني تاع الترك، هذو كانوا 8 ملايين و 800 في التخفيضات رجعوا 7 ملايين و 800. ها تاع ست كراسه هذه، هذا هو شكل الكرسي. واي حاجه دخلوا صفحتهم فيسبوك صالونات تركيه بالعربيه، راح تلقاو الموديلات صور يبانوا لكم احسن، تقدروا تقسيوا على اي حاجه يعني. كاين ايضا الموديل هذا، هاتني باهية بزاف الموديل هذا، هذه نفس الشيء كان 8 ملايين و 800 رجعت 7 ملايين و 800، 6 كراسة طابلة بست كراسة. شوفوا ايضا الموديل هذا، هادو هكذا تقدروا تحطوهم في الهول تقدروا ديكوريو بهم، المهم يجيب هكذا المري ولا طابل هكذا ومعهم كرسي، هادو راهم 29 100. وكاين الالوان بزاف اي لون يخدمكم، شوفوا الدوري صحه معاهم الكرسي، هادو هكذا طربة بيس مع بعضهم 29 100. شوفوا كاين هذه فيوزة هكذا الكبار تاع الديكور هادو، هذه سعرها ب 1400 وراهي ثقيلة يعني فيها الألوان بزاف. كاين أيضا طابلة هذه كات بورت، قلت لكم كات بورت، فيها ربع كراسة. شوفوا الكرسي تاعها لوبسيون لي فيه أنو يدور، ها الكرسي تاعها يدور بسما بلا ما يتحركو رجليها. هذه سعرها 5 ملايين ونص. وكاين موديل هذا، كاين اللي يحب هذا الموديل تاع الحطب الاتر يعني، ثاني ربع كراسه جايه دائريه هكذا، هذه سعرها 3 ملايين و 800 ها هي، هذه ب 3 ملايين و 800. شوفوا ايضا الموديل هذا تاع طوابل، هذا راني شفتهم داير حاله في فيسبوك، سقسيو عليه في الجروبات. هذه طابله بربع كراسه ب 4 ملايين و 400 الموديلات هذه، دوك نشوفوا كيفاش تفتح يعني، دوك نطلبوا من صاحب المحل يفتح لنا برك نفهموا كيفاش تتحل كيفاش تدير كلش. ما هكذا تعود طابله صغيره، هذيك شنو الكوفر من تحت هنا لداخل فيها كوفر زوج جهتين وتتحل تولي طابله كبيره. شوفوا
هكذا هيولي الطابله كبيره. سما تحبوا تقلبوا الطابله صغيره كما كانت، تحبوا تفتحوها هكذا ترجع حجم كبير. هذه بربع ملايين وربع مية الموديل هذا. وكاين اللي يحب ستيل تاع الطوابل هذو تاع الاتراك، هذه راهي سولد يعني تخفيضات، راهي رجعت بزوج ملايين وتسعمية، وفيها الالوان ماشي شرط هكذا بيضه وحمراء كيما تحب، كل الالوان متوفره. كاينه ايضا الكوافيز هذه ومعها هكذا زوج طابلين وي، ومعها الكرسي تاعها. هذه رجعت بثلاث ملايين وميتين الموديل هذا، ثلاث ملايين وميتين. بالنسبه لي سقسي وثني على عرائس، لي سقسي عشنا بركوشي راهم متوفرين. اللي يحبوا اسعار مليحه راهي عندهم، يعني ارخص وحده عندهم دير 9 ملايين ونص. شومبرا كوشي كومبلي، سما سرير خزانه كوافيز لي طابلين وي كلشي مع بعضه، حتى الاغلى وحده 13 مليون، لانه يخدموهم هنا اسعارهم راهي مليحه. هذو الموديلات ها تاع 13، يعني تحبوا قل كاين، يعني قلت لكم من 9 ونص ل 10 11 12 كيما تحبوا. عندهم بزاف موديلات لانه المحل سما ماهوش كبير بزاف، مستحيل راح يحطوا يعرضوا كل الشنابل اللي عندهم. هذو عينه فقط، يعني مهيلين فينين مخدومين هايلين. هاي الكوافيس تاعهم زيدوا تشوفوها، كل موديل وشكله ولونه كيما تحبوا. ايضا كاين هذو طوابل تاع السكراسه، هذا الموديل الاول يدير 6 ملايين و400، كاين الموديل هذا ب 5 ونص. سما كيما قد الميزانيه اللي عندكم وتقدروا تشريو طابله، كاين تاع 3 كاين تاع 2 و900 كاين تاع 5 كاين تاع 7 كاين تاع 10 كيما تحب. الموديل هذا ثاني كلاسيك هذا هايل، هذه راهي سعرها 5 ملايين و500، ست كراسه مع بعضها. كاين ثاني هذه ب 4 ملايين و900، وكاين هذو تاع زجاج، هاد ثاني راهم عليهم تخفيضات. شوفوا هذو مليح، هذه اللي تتفتح وتسكر، هذه بست كراسة فيها عدة ألوان سما كيما تحبوا. ها هذا يجيب في الكوزينة ديرهم في الصالويت كيما تحبوا، كل واحدة وين تحب يعني ديرها. مهم باهيين هذو أسعارهم ثاني في متناول الجميع. هذو رجعوا زوج ملايين وتسعمية. ها هذه تتفتح الطابلة، راهي تتفتح تنقص يعني وتزيد. وهذو الكراسة اللي معها موديل هذا يعني هو داير حاله ثاني فيسبوك. شوفوا هذه الماون هايله. كاينه ايضا هذه الشومبرا، هاي اللي ما يحبش يعني اللون الابيض، هذه راهي نوار في الجرين نفس الشيء، هذه سعرها 13 مليون. هذه الكوافيس تاعها باش تشوفها فقط، هذه ثاني باهيه في الواقع راهي اجمل من التصوير. هذه 13 مليون جري في النوار فقط، ما قدتش نعطي لكم كامله على جال المروات. المهم هذه الكوافيس وهذه الخزانه. كاين هذو شنابر تاع بلاصه، شوفوا معها السرير ومعها الطابل دنوي ومعها خزينه هكذا تاع دو بورت، صح من مليحه من الاثر الخزين هذو. هذه كانت سعرهم مع بعضهم هكذا 5 ملايين و700، راهي رجعت 4 ملايين و800. تقدري تشري كل حاجه وحدها، السرير رجع غير ب 1200، تقدري تشري هكذا طابل دنوي وحدها، والكوافيس تقدروا تنسقوا معاهم الموديلات هذو. كاين عده انواع يعني. كاين ايضا الموديل هذا نفس الشيء ب 4 ملايين و800، وكاين موديلات ثاني هذو. الحاجه المليحه انه تقدري تشري السرير وحده، تقدري تشري الخزانه وحده، تقدري تشري الكوافيز وحده، بسما ما يحتمش عليك. كل يحب شومبرا كومبلي هاي كاينه معها بيرو سرير كيما تحبوا، تنقصوا حاجه تزيدوا حاجه عادي، السعر يزيد وينقص على حساب الحوايج. هما سما الرئيسي فيهم الخزانه والسرير وطابل دينوي، وكاين اللي فيهم بيرو، تحبوا تخدموا بيرو ثاني وحدكم ها لكم. كاين تاع شنابر البنات ثاني مع بيرو، كاين في الابيض كاين في الغوص، كل الالوان متوفره. واللي يحب هذا الموديل تاع السره كيما نقولوا هاك وحدهم ثاني يبيعوا لكم وحدهم، الخزانه وحدكم يبيعوا لكم تاع شنابر لي بيبي ثاني ها متوفرين ها كومبلي، تحبوا الخزانه وحده ثاني يبيعوا لكم. وهذو شنابر تاع البنات شوفوا، هذو السرير تاعهم راهو كفري كلش مع بعضها، شومبرا كومبلي ب 5 ونص. تقدري تنقصي وتزيدي واش راكي حابه، تقدري هنا ديري تاع بنيات تاع دراري اي رسومات راكي حبتها. نتمنى الجوله في المحل تكون عجبتكم، وحخليكم صفحتهم فيسبوك ورقم الهاتف تاعهم، اللي حابه تشري ولا حابه تواصل ولا حابه يوصلوا لها لاي مكان تتواصل معاهم في رقم الهاتف وتتفاهم معاهم. التوصيل راهو مجاني داخل العلمة وداخل بلديه كيما نقولوا المجاوره بالعلمة. هذا مكان عندهم شنابر كوشي، عندهم طوابل، كاين حتى سرير بيبي نسيت نصور لكم دوك نختم لكم به. وهذا السرير تاع لي بيبي ها هو. كاين موديل هذا وعندهم موديل اخر يعني اللي يتفتح بالجنب. المهم دخلوا لصفحتهم راحين تلقاو كل حاجه بالصوره، راحين يجاوبوكم على الاسعار، اتصلوا بهم في رقم الهاتف راحين يدلوكم على كل شيء. المحل راهو متواجد كما نقولوا ها في العلمه في شارع دبي،
مقابل مباشرة متوسطة حرقاس إسعيد. هذه هي المتوسطة حرقاس إسعيد بالقرب من المركب الرياضي. سمع عمارات تساهمي ها هكذا منا مقابل مباشرة متوسطة حرقاس إسعيد تلقاو المحل.